معي كمان مكالمة مع الأب بشوي سلامي. الأب بشوي سلامي، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أخي نزار، فرصة سعيدة أن أسمع صوتك. أنا كتير فرحان من أجل يعني لبيت الدعوة خلال دقيقة. ربنا يكافئك ويباركك على كل عمل خير عم بتقوم فيه أبونا بشوي. أبونا بشوي على فكرة هو من منطقة تورونتو، راعي كنيسة، ذكرني، فيرونا، القديسة فيرونا، القديس ماريس والقديسة فيرينا، فيرينا القبطية الأرثوذكسية. أنا يعني معجب كتير في برامج الكنيسة اللي بتقوموا فيها أبونا بشوي، ولا سيما في هذه الأزمة، مع أنه الظروف صعبة على كل الكنايس، بس أنتوا أخذتوا خطوة إيمان، خطوة جبارة، عم تعملوا عمل روحي اجتماعي في المنطقة اللي أنتوا عايشين فيها. ممكن تشاركنا مع المشاهدين شو دور الكنيسة في زمن الكورونا من ناحية محلية؟ إيش أنتوا بتعملوا أبونا؟ أشكرك أخي نزار، وطبعا إحنا بنصلي من أجل كل فرد في العالم كله يعني اتأثر بالفيروس دهوت، ونطلب سلامة الكل. طبعا خدمة الكنيسة خدمة مزدوجة، الأول بتكون رعاية لكل النفوس بتاعة شعب الكنيسة، ولكن برضو الرب أعطانا فكر إن إحنا نخدم المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، زي ما قال كارمية: اطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام. فالكنيسة في الفترة دي هي بجانب الخدمة الرعوية اللي بتقدمها لشعب الكنيسة وبنطمن على سلامتهم، لكن برضو أخذنا فرصة ان هو في البيئة دي هي ان احنا نخدم المجتمع اللي حوالينا. قدمنا حبلة كده هوت لوجبات غذائية، قدمناها للمستشفيات اللي في المنطقة، قدمناها لبيوت المسنين اللي هي دار رعاية المسنين طويلة الأمد، قدمناها برضو للفيرست ريسبوندرز يعني اللي هم اللي بيشتغلوا على خط المواجهة، فبنقدمها أيضا للبوليس المحلي وللإسعاف والأطباء والممرضات. كل الممرضات والأطباء وكل العمال اللي هم في خط المواجهة. وهنبتدي إن شاء الله برضو من الأسبوع الجاي نقدم الوجبات دي هي اللي هم بلا مأوى، الهومليس شيلترز اللي هم في البلد في المنطقة اللي حوالينا، ونشكر الرب إن هي يعني تقبلت بصورة يعني جيدة جدا، وحسوا إن هي يعني الكنيسة بتفكر إحنا كلنا مع بعض في الأكاديميك ده هو، يعني إحنا مش مختلفين، كلنا بنفكر في بعض وبنصلي لبعض، ودي حاجة بسيطة بس يعني بتحسسهم إن هي الكنيسة بتفكر فيهم والمسيح بيحبهم، وإن كل الأمور هتتحسن إن شاء الله. من خلال خدمتكم أبونا مع كل هذه النوعيات أو الشرائح من المجتمع، سواء اللي في المواجهة من الشرطة، الإسعاف، الأطباء، الممرضات، وكمان تخدموا مع الهوملس، مع اللاجئين اللي أجوا على كندا والناس اللي ما عندهم بلا مأوى، إيه دايما الرسالة مع الخدمة اللي بتقدموها، الرسالة اللي بتقدموها للناس؟ احنا بنقدم لهم الخدمه دي هي بدون مقابل وايضا بدون اي توقعات، يعني مجرد ان احنا نقول لهم دي هديه بسيطه من رب المجد يسوع ان هو بيحبكم، God loves you. لكن التقديمه دي هي لا تميز ما بين اي انسان والاخر، ما بين اي ديانه او اخرى، او رجل او امراه، او طفل او كبير، مجرد ان احنا بنحس ان احنا نسعى كسفراء للمسيح، بنحط اسم الكنيسة على الوجبة، وبنخلي يعني الرب هو اللي يستخدمها باي صورة ليه، لان طبعا مش عايزين نحسس اي حد ان احنا بنقدم له الوجبة دي من اجل اي حاجة معينة، ولكن مجرد رسالة بسيطة جدا وهادية جدا ان هو الله فاكرهم في الاوقات دي ومش ناسيهم. أبونا بشوي، في كتير ناس عم بسمعونا، أنا يعني خدام
كنائس ورعاة كنائس على مختلف الطوائف. ايه الرسالة برضو اللي بتحب توجهها لخدام الكنائس في هذه الايام؟ هو الحقيقة الفيروس بتاع كورونا او الكوفيد 19 كان له مساوئ كتيرة جدا في العالم ومجتمعات اتهدمت، لكن اعتقد في حاجة كويسة حصلت في الوقت ده، هو ان احنا كلنا ابتدينا نفكر ان احنا في المواجهة ديت مع بعض، مش فارقة ما بيننا دلوقتي سواء طائفة أو دين أو معتقدات أو اختلافات. أعتقد أن الرب دلوقتي ابتدى يدعونا كلنا لفكر الوحدانية وفكر التسامح، أن احنا ممكن كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض، ناخد بالنا من بعض. يعني حتى الناس كده لما يشوفوا مع بعض، كان زمان كده مكشرين دلوقتي مبتسمين وبنقولوا في أمل، يعني عايزين ندي أمل للعالم كله أنه هو في أحسن غد يعني هيجي والأمور هتتحسن، ونشجع كلنا بعضنا بعض. يعني أتمنى وأصلي أن احنا كلنا ناخد الفرصة دي هي فعلا أن احنا نسعى حوالين يعني الإيمان المستقيم الثابت، أن هو الله المخلص أتى لأجل خلاص كل نفوسنا، وإحنا كلنا خراف ليه بنوع من الوحدانية.